وبالمناسبه اللي انا يعني بفهمه من الحاجات اللي زي كده ان بيكون في خبرات متبادله بالفعل، يعني مصر كمان الجيش المصري بينقل لهم خبرته، احنا عملنا كذا كذا وطلع كذا، فاقصد في الاخر خالص هو بالنسبه له مش جاي يعلمنا، لا هو كمان جاي يستفيد مننا، احنا عندنا ظروف مختلفه عنه، عندنا نوعيه تهديدات مختلفه عنه، طبيعه شواطئنا غير شواطئه، فهو في النهايه لازم يكون في مصلحه مشتركه. طبعا يعني مش حاجه بتحصل بلا مقابل. بالظبط كده.